تنقترحوا عليكم طريقه تحضير بغرير من عند اختصاصيه فان طابخ والحلويات نزهه من طنطان. فغادي نحتاجوا في المقادير باش نوجدوا البغرير، غادي نحتاجوا جوج الكيسان ديال العنبه يعني يكونوا كبار ديال سميده رقيقه الخاصه بالبغرير معروفه، كاس ديال طحين فورس دائما كنعبروا بالكاس العنبه، جوج كيسان غادي ناخذوا العنبه كاس العنبه داك الكبير ماشي داك المتوسط وانما داك الكبير، ولا ما كانش يعني نديروا نفس المقادير، درنا كاس العنبه متوسط نديروا جوج كيسان، فجوج كيسان ديال العنبه كبار يعني جوج كيسان ديال العنبه ديال سميده رقيقه، كاس ديال طحين فورس، جوج خمارات ديال الحلوه، خبيسه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، ربعه ديال الكيسان ديال المدافي بالعبار ديال كاس العنبه. فقلنا الكاس او الزلافه اللي غنعبروا بها هي اللي نعبروا بها المقادير. قلنا بالنسبه للبغرير من عند نزهه من طنطان اختصاصيه فان طابخ والحلويات، فغادي نحتاجوا البغرير غادي نحتاجوا جوج كيسان ديال العنبه كبار ديال سميده رقيقه تكون خاصه بالبغرير، كاس ديال العنبه ديال طحين فورس، جوج خمارات ديال الحلوه، خبيسه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، وربعه ديال الكيسان ديال المدافي دائما بالعبار ديال كاس العنبه. ممكن على انه اللي ما بغاش انه يدير يعني طحين فورس وسميده ممكن على انه يعوضها بثلاثه ديال الكيسان ديال الفينو يعني غير بوحدهم بلا طحين، فلكم الاختيار. ممكن انكم ديروا سميده رقيقه جوج كيسان مع كاس ديال طحين فورس، اولا تحيدوا يعني الطحين فورس وسميده وديروا ثلاثه ديال الكيسان ديال الفينو غير بوحدهم بلا طحين مع جوج خمارات ديال الحلوى اكيد، وباقي المقادير قبيسه الملح، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، وربعه الكيسان ديال المدافي بالعبار ديال كاس العنبه. فاول حاجه كناخذوا هذه المقادير كامله وكنخلطوهم يعني غير بيدينا المره الاولى بالمعلقه ولا غير بداك التراب اليدوي غير يتخلطوا لينا، وعاد ديك الساعه كنديروهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي وكنطحنوهم مزيان، ثم كنرجعوهم في الاناء اولا نديروا اناء، وضروري على انه ملي نرجعوهم يعني نديروهم على اناء اللي يكون ناشف مسوح مزيان، ما نديروش يعني باقي مرشوش بالماء باش يعني يصدق لينا البغرير. فكيف قلنا هو انه ناخذوا جوج كيسان ديال العنبه ديال السميده الرقيقه مع كاس ديال طحين فورس، اولا نعوضوهم بثلاثه الكيسان ديال الفينو على حسب الاختيار ديالكم، ولا درنا الفينو ما غنديروش طحين فورس، وغادي نضيفوا جوج خمارات ديال الحلوى حمرين، خبيسه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، اربعه الكيسان ديال المدافي، كنعبروا هاد المقادير كلهم بالكاس ديال العنبه وكنخلطوا غير بالتراب اليدوي يعني غير بالتراب ديال السلك اولا بالمعلقه وديال الخشب، ونخلطوا بعدا هاد المقادير هما الاولين مزيان، عاد ديك الساعه نخويهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ونطحنوا البغرير مزيان، هاد العجين ديال البغرير يطحن مزيان يعني في الكاس ديال الخلاط الكهربائي حتى كيطحن وكيتخلط مع بعضياتهم، وحتى حاجه ما كتبقى مكوره كلشي كيجي مخلط مزيان ومطحون. وعاد ديك الساعه ناخذوا واحد الاناء يكون نقي ناشف ما فيش الماء، وكنخويو هاد العجين ديال البغرير وكنخليوه يرتاح واحد خمسة ديال الدقائق، يعني ما كيحتاجش انه يخمر، خمسة دقائق كافيه مباشره يعني نسخنوا المقله ونطيبوا هاد البغرير، فكيجي ساهل وكيجي خفيف. فنتمنى تكون وصلتكم الفكره، لانه فعلا البغرير خفيف وتيجي مخرج بزاف وكيستقبل المره الاولى، وخاصه السيدات اللي كانوا طلبوا الطريقة تحضير البغرير. فاخترنا ديال اختصاصيات الطبخ والحلويات نزهه من طنطان، وكيف ما قلنا مقادير قليله يعني ضروري على انهم تخلطوهم هما الاولين، ومن بعد طحنوهم مزيان في الكاس ديال الخلاط الكهربائي وديروهم في واحد الاناء اللي هو نقي ما فيش الماء مسوح مزيان، ونخليهم خمسة دقائق يرتاحوا، من بعد خمسة دقائق نشعلوا على المقله ونطيبوا البغرير بالطريقه العاديه يعني حتى كنكملوا هذاك العجين ديال البغرير. وكيف قلنا ممكن اننا ما نديروش طحين فورس، نعوضوا بثلاثه الكيسان ديال الطحين فينو غير بوحدهم، ولا ما كانش يعني نديروا سميده رقيقه جوج كيسان مع كاس ديال طحين فورس، فكيبقى الاختيار ديالكم. والمقادير الاخرى راهي جوج خمارات ديال الحلوى مع قبيسه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، وربعه ديال الكيسان ديال المدافي، فهادو هما المقادير. ونتمنى لانكم تجربوا هذا الاقتراح ديال البغرير وبالصحه والراحه.